عيون جل مغمرات يا حي مركب الذلايل. وصل الشهير لسيف بن عبيد بن حلوس بن ذيبان العامري، توقيت الزمن 6:31، 8 أجزاء من الثانية. التهاني والتبريكات إذا مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء، ما زالت الانطلاقات متواصلة والتحديات مستمرة في مسيرة وانطلاقات ومنافسات هذه الفترة الصباحية، لنبدأ مع مسيرة مع مسلسل وسلسلة أشواط هذه الفترة الصباحية اليوم الثاني من عمر هذا الحفل والعرس الكبير لمهرجان المؤسس. لنبدأ مشاهدينا الكرام مع المركز الأول، لنتابع شعار الخطوط القطرية وشعار بن هدوان الحاضر على بداية هذا الانطلاق. الصميمة سلالة نواف تتقدم مع المركز الأول، حمد بن ناصر بن هدوان الغفراني على المركز الأول يقدم لنا شعار بتحدياته، مفتتحا النداء مقدما لنا هذه الأسطورة الحاضرة والمتواجدة أولا. المركز الثاني يتابع مشاهدينا الكرام هبايب لراشد بن سالم بن سعد النابت المري، والمركز الثالث التقدم لسفر لمحمد بن بخيت بن برقان من يقدم لنا شعار. المركز الرابع شعار الفاتوح يتواجد رابعا ليتقدم من أيمنة الميدان بهذا الحضور، والمتواجد هادي بن سالم الفاتوح المري من واقع الشعار. المركز الرابع أتابع مشاهدينا الكرام رهب لفهد بن عميران بن بجاش بن عايط آل ثهيدة المري، والمركز الخامس بالفعل. هذه هي الأسماء مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء، الإمام اللي على المركز الرابع لشعر محمد بن سالم بن محمد بن بخيت الفاتوح. أعود بحضراتكم إلى البداية لأتابع مسيرة المقدمة، لأشاهد الصميمة المتواجدة مع البداية ومع أول المراكز. الصميمة تعود المكيل حمد بن ناصر بن هادي بن هدوان المري من يقدم لنا هذه الانطلاقة الجميلة وهذا التحليق المميز على أرضية ميدان التحدي مع تحديات هذا الشعار وحضوره الكبير المميز. دائما يقدم لنا بن هدوان أسماء مميزة تحمل لنا هذا الشعار ويكون لها بصمة وحضور في الأشواط الرئيسية وفي الرموز ليكون حاضرا وحاملا الرقم واحد والمتواجد على المرتبة الأولى. المركز الثاني نتابع مشاهدينا الكرام حضور رهب لحمد بن عميران بن بجاش آل ثهيدة المري يتواجد شعاره ويقدم لنا حضوره وانطلاقته وخطورة هذا الانطلاق الجميل. المركز الرابع والثالثة الحاضرة هنالك سبر قادمة وحاضرة بشعارها الجميل، شعارها الشطرنجي المميز مع انطلاقة المركز الثالث. سبر لمحمد بن بخيت بن برقان بن مقارح المركز الثالث. المركز الرابع أتابع مشاهدينا الكرام التواجد بشعار الزقيبة المتواجد مشاهدينا الأعزاء على المركز بدأ يتقدم هذا الشعار ويكون له تواجد مع انطلاقة المركز الرابع. اذهب لراشد محمد بن عبد الله الزقيب. المركز الخامس هنالك سيوف لمحمد بن مبارك بن محمد البريدي الهاجر، وهنالك ايضا شعار بن جبران المتواجد خامسا. هذه هي الاسماء مشاهدينا الكرام، هذه هي الشعارات الحاضرة والمتواجدة. ليعود مع الالف ومئتين، الله بدأ العد التنازلي، بدأت ترتفع درجة حرارة هذا الشوط ليبدأ ارتفاع المستوى الفني مع تحديات هذه الانطلاقة. لنتابع على الصدارة بن هدوان الصميمة الكيلو متر الأخير، هذا الكيلو الخطير الملتهب بالمنافسة والتحديات بالانطلاقات المثيرة. صبر الصميمة الأمتار الأخيرة، بدأت صبر تسبل على الصدارة بانطلاقتها على اقتناص المركز الأول، لكن الصميمة حاضرة وصامدة مع المركز الأول. بن هدوان بن برقان بن برقان بن هدوان، الله أبناء الشحانية أبناء ميدان التحدي في منافسة قوية كبيرة
الكبيرة، ما بين شعار بن عدوان، ما بين شعار بن برقان، هذا الحضور المميز والانطلاق الجميل. بن برقان بن برقان صبر صبر على المركز الأول، لكن عادت الصميمة تريد أن تستعيد أمورها المسلوبة والمنحوبة، لكن صبر تقتنس المركز الأول، تقتنس الناموس، تحقق هذا المركز المميز، تحقق ناموس هذا الشوط بانطلاقتها وتحدياتها. الله الصميمة الصميمة بن عدوان بن برقان بن برقان بن عدوان، وصل البطل، وصل بالجبران على المركز الثالث، لكن بن برقان صبر 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 اللحظات الحاسمة. بن عدوان الصميمة الصميمة صبر بن برقان بن عدوان، الله إلا أن تصمد الصميمة الصميمة الصميمة، حملت الرقم واحد وحققت المركز الأول. سلام يا بن عدوان، سلام سلام وتحية واحترام على هذا الفوز المستحق وعلى تحقيق الصميمة للمركز الأول ومع ناموس هذا الشوط. المركز الثاني وصلت صبر لمحمد بن بقيت بن برقان. المركز الثالث كان الوصول مشاهدينا الكرام للاتحادية جابر بن سالم بن جبران من المركز الرابع. وصلت مشاهدينا الأعزاء عرايف لأحمد محمد بن ناصر الدرع المركز الخامس. كان الوصول من قبل الحريثي لمحمد بن ناصر بن سعيد العيدة. إذا التوقيت الزمني لحظة الوصول الصميمة إلى خط النهائي معلنة ناموس هذا الشوط ومحققة المركز الأول. هذه لحظة الوصول توقيتها الزمني 6:20 64 جزء من الثانية. التهاني والتبريكات لحمد بن ناصر بن هدوان المري المركز الثاني. كان الوصول من قبل سوبر 6:20 92 جزء من الثانية. التهاني والتبريكات لمحمد بن بخيت بن برقان. المركز الثالث كان الوصول لشعار بن جبران 6:22 58 جزء من الثانية. التهاني والتبريكات نزفها لمالك الاتحادية جابر بن سالم بن جبران المري. بسم الله الرحمن الرحيم.